السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معاكم اخوكم مبارك القحطاني، وفي مقطع اليوم راح نلعب سوبر ماريو ميكر، وراح العب مرحله ترول، السلسله اللي حبيتوها جدا. راح العب اليوم مرحله ترول، فيلا خلونا نبدا. مرحله اليوم من اخونا محمود، طبعا محمود تعرفونه، سوالنا مرحله مره بازل وطلعت كلها ترولز، فالحين سوالنا مرحله ترول صدق. سماها ترول هيل، جحيم الترولز، هاشتاج اي ام ام، لعبوها اثنين ما حد خلصها من 103 محاولات. فيلا خلونا نتترول معا ونخلصها. في البداية طبعا في اسماك تنقز عليك، فيبغالي اوخر عن السمكة الظاهر وانقز عليها. اوه لا ما اقدر، هل اقدر انقز؟ لكن اوكي اوكي، طلع في البداية ترول. ايش هذا السهم اللي يدور؟ اول مرة اشوف السهم ذا اللي يدور، صدق اول مرة اشوفه. طيب عندنا هنا ريست دور اتوقع؟ لا هذا الباب يجيبنا عند المكان، في شل وفيه شيء حاجة كأنها كايزو. خلنا نكمل فيه شوي، خلنا نتعدنا الثوام. طيب نرجع للباب مرة ثانية. أوه حتى هنا في سمك يطيح. طيب الجم. لا والله سمكة جنب. المرحلة ملغمة بالأسماك. طيب هنا خلني أوخر عن ثوام، طيح لي سمكة أوخر عنها. هنا في سمك، نسيت إن سمكة تمشي أصلا. طيب سمكة ثانية. لا طيب باو. هو غالبا ستار رن مسكر انا متاكد. هذا ترول، فراح اخذ الباو واحطه هنا، واخذ معي الشل وادخل بايب. حلو اوكي. كنت قاطع التسجيل وكل شيء تمام، ثاني في اسماك تطير على وجهي، وهنا السمكة اللي في البداية قتلتني. اوكي طيب خلنا نشوف البايب هذا ما يدخل، طبيعي لانه مسكر. البايب هذا برضو ما يدخل. خلنا نشوف الباب الثاني ايش فيه، اتوقع سمكة عطوها على راسي. لا اوكي. اثاري الطريق الصحيح هو الباب اللي دخلت منه من البداية. ودي امشي هناك، بس صدقوني احس انه مسكر. يعني باخذ النجمة وبروح هناك او لا يكون يحسبني، بحسب انه مسكر ويطلع طريق هناك. والله ما قمت يعني اجمع، فخلني اخذ الستار، بس يعني اني اتاكد انه الطريق هناك مسكر او اوه في طريق. وفي تشيك بوينت اشوف انا. يطلع شيء من هنا. خلوني الحين نجرب البايب الثاني بسرعة. اوكي 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 في بايب. اوكي قتال مع هذا الهمر ابرو، هلا لما ينقز نقتل عليه. مفتاح ندخل الباب. ايش في هنا؟ ايش في هنا؟ لا شكله مكان غلط، واضح اصلا انه مكان غلط. ولا نقدر نرجع، حاط لنا شوكة عشان نقتل نفسنا. ادخل بايب وانطلق باقصى سرعة. سبين بسيط. الثمن ما تحرك صح؟ متعلق.
اوكي، هنا في ثوام ثاني. تعال. ما مت من النار، مت من الثوام. طيب خل البايب، اتوقع ما في غير البايب قدامنا، وفي اسماك تنزل، وفي الطريق الجماجم السريعة. في اثنين كان. ما زال سمك قاعد ينقز من السماء. ايش هذا؟ قصدي يطيح. ايش ينقز؟ يطيح من السماء. لا 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 لا، بالغلط 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 بالغلط. بالغلط. نزلت بالغلط. طيب هنروح للباب. ودينا عند مكان نقتل أنفسنا فيه. أحس إنه يمديني أجيبها. دقيقة، هذا بس يطلع فوق. والله جبتها. أوكي جبتها. هنا في بايبين، في طريق. ينزلني. هل اختصرت شيء أنا؟ ما أدري ليش أحس إني اختصرت شيء، بس خلينا نجرب البايبات. هنا في هنا في كونفاير، ما في بايب. هنا في طريق، ما في طريق. حلو حلو حلو. نلغي الشكوك، والحين ننزل من هنا كأننا جينا من بايب. هل هو يأشر اللي فوق؟ خلنا نصدقه. محمود صديقنا، لن يخدعنا. شوف متأكد. تأكد شوي بس. لا والله خدعنا. وفي باب بالمفتاح يقتل. طيب، العظمة اللي فوق، وثقت فيك يا محمود وقتلتني. خلينا نشوف العظمة اللي تحت. تشيك بوينت، نايس. ما ادري هذا التشيك بوينت الاول ولا الثاني. بس يلا نكمل. تشيك بوينت. ما اعرف اذا انا قاعد اسويها بالطريقة الصحيحة ولا لا، بس احس اني اقدر اطير. نحاول ما نلمس التشيك بوينت لان التشيك بوينت ترول. نجي هنا مرة ثانية. لا اوكي، على الاقل ما اخذنا التشيك بوينت ترول. احنا عند التشيك بوينت، وخلونا نحاول نطير. اوكي طرت هنا. والله ماني عارف ايش قاعد اسوي. فخلونا نطير. لا. ايش سويت انا؟ ايش سويت؟ ابي اطير على اليمين، طرت على اليسار. من هنا. هاي طلع بي سويتش. انزل. دجك. هاي يتحرك. طيب خلونا نطير من جديد. في بايب هنا، في اوفرلاي بايب، في اثنين. في هنا بايب يطلعني من وراه. ما اتوقع في شيء تحت، فخلونا نروح فوق. نسيت الثوام، شال كل شيء من عندي. طيب خلنا ننزل بسرعة. نجي فوق، سبرين جام، ندخل الباب. نرجع هنا. والله حوسة المرحلة، حوسة. أنا أقتل نفسي للأمانة، ما أعرف وين أروح. فخلونا نجرب. أوكي
من البلوك قبل الاخير اقدر انزل على 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 البلاتفورم اللي تحت، فخلنا نجرب مره ثانيه هنا بعدين انزل. اوكي اوكي طيب لا لا هذه بترجعني فوق، فخلنا ننقز زي كذا. اوكي انزل تحت. الثاني سيت اب كله اني يجيني هذا يحبسني يقتلني اذا نقص بنات بلوك، وهناك يطق البيشوتش يخليني امشي وارجع للمكان اللي انا ابغاه اللي هو هذا. بس انا كيف استفيد؟ وفوق ما في شيء، وهنا تحت برضو ما في شيء، وهنا تحت في بايبين بايب نرجع مرة ثانية، يمكن يديني مكان ثاني. واو نشوف الباب هنا ما في شيء. اوكي 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 طيب خليني اخذ معي سبرينج دام اني اقدر. لا طيب دام انه راح خليني ادخل الباب. هنا موت لكن اقدر ارجع. ليش ما يدخل الباب؟ حبست نفسي ما بتحمل كل ذا الوقت. خلوني اجرب ارجع اشوف المكان اللي فيه شوك. هناك هنا في باب، وين يودي؟ حلو طيب خلنا ننزل هنا نشوف. اوه اشياء جديده، قاعدين نشوف اشياء جديده في مرحله. في بايب هناك يسار، وهنا في بايب هنا ما يطلع منه شيء. هذاك فيه اسهم واجد. خلنا نجرب ذا البايب، نجرب ذا البايب. ما يدخل لا. ونرجع هنا ونشوف الباب. هنا في بي سويتش. انا نزلت هنا صح؟ البايب اللي عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسهم. نجرب. لا لا هذا الفوز. ثانك يو. لا لا موت موت تأكد تأكد. رايت وان اب. والله الفوز. مخبي الفوز هناك في الاسهم. لا حتى الفوز في ترو. مع الأسف مرحلة سهلة مرة لما تعرف وين تروح. اعتقد انا اعتقد ان نقزتي من الثوام على البلاتفورم هذا تشيز متاكد 100% لان صعبه النقزه وتختصر لي كثير، لان بس انقز من الثوام على البلاتفورم اروح اخذ الطيران واجي عند الشوك وانزل تحت على البايب وافوز. فاتوقع ان هذاك كان تشيز، ماني متاكد اذا كان وين الطريق الصحيح. بس يعطيك العافيه محمود على المرحله.
فيرست كلير، يعطيك العافية يا محمود على المرحلة، وانتظر منك مراحل كثير قادمة. اوه بس يا شباب، كان هذا مقطعنا من اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لعبت في مرحلة الترول لأخونا محمود، ما اعرف اذا جبتها بالطريقة الصحيحة او لا اللي هو يبغاها، لان النقزة اللي من ثوم للبلاتفورم كانت فكت مخي، ما كنت اقدر اجيبها، او ما كنت اتوقع اني ممكن اقدر اجيبها، فلما جبتها خسرت لي اشياء واجد. ما اعرف اذا كان هو الطريق الصحيح اللي كان يبغاه. فبس وخلصنا مرحلة، بعدها نزلنا على البايب اللي عليه 9 اسهم. دائما القاعدة، اي واحد يسوي لك مرحلة ترول يحط لك كل اسهم واجد على البايب، هو الطريق الصحيح 100%. فخلصناها الحمد لله، واتمنى يكون عجبكم المقطع. اذا عجبكم تسلم زر لايك، تشتركون في القناه اذا كنتم مشترك ما كنتم مشتركين، وتفعلون جرس التنبيهات عشان يوصلكم الجديد اول باول، ونشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. في امان الله.